أبناء حوارة في مسجد مصعب ابن عمير في بروكلين. يؤدون صلاة الجنازة في 27/7/2006. ها هو إمام المسجد. وأبناء البلد ومعارفهم وأصحابهم. في مسجد عمار مصعب ابن عمير. وبناء على طلب من الأخ فقد رفض تصوير الجنازة. فقط الذكرى قمت بتنزيل هذه اللقطة لأبناء حوارة في مسجد مصعب بن عمير في بيريج في بروكلين.